في الفيديو ده هجرب معاكم اتنين زبادي، شايفين شكله عامل ازاي؟ من شركة دانون، واحدة بطعم التين وواحدة بطعم البرتقال استفندي ولا جريف فروت، ده شكله غريب. انا جبتهم لان يعني ايه زبادي بطعم التين وزبادي بطعم البرتقال؟ غريبة. تعالوا اول حاجة نجرب، انا جايباها بقالي حوالي اسبوع، انا عندي الحاجات بتقعد كتير في التلاجة انا عارفة. بسم الله، لو لقيت فيها قطع هيبقى فرحة عمري بجد. انا خايفة الفيديو يخلص. او ده شكلها من جوه، في قطع بسيطة. بسم الله، لا حلو ما بزتش. طعمها كريمي تحفة جدا، وفيها حتة برتقان صغيرة. يلا بينا نجرب بتاعة التين قبل ما الفيديو ما يخلص. اهي فتحت بتاعة التين، لا ريحة حلوة مش بايظة، في تين صغير شايفينها. بسم الله، البرتقان احلى. البرتقان الافكت ده جميل جدا، شايفين عامل حاجه بتلمع ازاي؟ شكله روعه، اول مره اجربه. المهم في الفيديو ده انا هجرب معاكم بوزو اسمه بزياده. الفكره فيه ان هو بيكون جواه هدايا، ناس كتير قوي كانت بتكسب ياقوت ومرجان والماس وبتاع، اكيد بهزر، كانوا بيكسبوا فيه هدايا غاليه يعني اكسسوارات وسلاسل مكتوب عليها ان هي بالدولار، فده اللي خلى كل الناس تروح تشتريه بهجوم. فانا قلت المشكله لما انا اشتري واشوف حظي هيبقى فيه ايه. ماشي، هو الكيس بخمسة جنيه، يلا نشوف هيطلع لي هديه فيها ايه. طب بيطلع حاجه حلوه مع انه خفيف، فانا يعني هو بالجبنه. شوفوا لقيت ايه والنبي يا جماعه، ما لقيتش قوت ومرجان والحاجات دي. لقيت عنكبوت، لقيت عنكبوت. ليش كتير منكم قال لي اجرب كتكات بطعم الفشار؟ هو ده كتكات شانكي، فيلا بينا نجربها. هي تقريبا بحوالي 10 جنيه، شكلها تحفة. تعالوا، هي ساحت بسبب الحر، تعرفين في مصر الجو صعب جدا. ده شكلها، بسم الله، شكل الفشار من جوه شكله غريب كأنها شوكولاتة بيضة، بس طعمها تحفة. طعمها كتكات بالفشار، كأنها شوكولاتة بيضة بس طعمها تحفة. انا اشتريت العلبة دي من نفسي من حوالي شهرين، شهرين في التلاجة ونسيتها في التلاجة. هي اسمها Love Made Chocolate، يعني قلوب تقريبا صغيرة. تعالوا نفتحها نشوف شكلها جوه عامل ازاي، بقالها شهرين في التلاجة. تفتكروا باظت؟ يا الله، ايه ده؟ بص شكلها عاملة ازاي، قلوب كتير، خمس قلوب شكلها. تعالوا نفتحها ونشوف طعمها يكون عامل ازاي. توقيت على الطرح، اهو ده شكلها من جوه. انا بعشق الحاجات دي جدا، كمان نفسي اكل شوكولاتة. اهو شكلها، شكلها رائع. بسم الله، على فكرة دي بخمسة وعشرين جنيه لو حد عاوز يعرف سعرها، يعني طعمها حلو جدا، طعمها تحفة. في الفيديو ده انا اجرب معاكم هولز، اول مرة اجربه بصراحة، بصراحة اول مرة اجرب طعم الليمون الاخضر. فتحته اخيرا بعد معاناة. ده شكله، ده سايح، اول مره اعرف ان البونبوني بيسيح. بسم الله، البونبوني بيسيح. طعمه منعش وجميل، بس انا حاسه انه بطعم النعناع مش طعم الليمون. يعني لو ليمون المفروض يبقى بيقولوا ايه على الليمون، مزز مزز صح ولا ايه؟ لا زاع، الليمون زاع، لكن ده طعم يعني حاسه بنعناع، فاهمين قصدي؟ هولز بطعم الليمون طعمه في الاساس نعناع،